السلام عليكم واهلا بكم في المحاضره الثانيه من السي ان اس اكتنج دراجز. زي ما اتفقنا دايما بنبدا بتحديد الديزيز بتاع الليكتشر هاو تو تريت دراج كلاسز اند دراج ممبرز. ديزيز النهارده اهلا بكم في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه سايكوزس. عارفين طبعا اللي بيروح المستشفى دي هم المرضى اللي عندهم مشاكل نفسيه زي ما بنسمع عن سكيزوفرينيا، زي ما بنسمع عن المانيا اللي هي انواع مختلفه طبعا من المشاكل النفسيه. السايكوزس ببساطه في حاجه في البرين ناقصه، طبعا ده برضو تعبير مجازي بس عشان خاطر نكون فاهمين. البيشنت ده بيبقى بيعمل سلوك غير مبرر، الاكشنز بتاعته ما بتكونش طبيعيه. ايه هو السايكوزس ببساطه؟ البيشنت اللي عنده سايكوزس تقريبا ليه شخصيتين، في ليه شخصيه بتبقى كويسه في اوقات، شخصيه بتقلب بتبقى شخصيه سيئه جدا وغريبه جدا في اوقات اخرى. طيب مريض السايكوزس ده هعرفه ازاي؟ هعرفه ان هو ليه تو تايبس اوف سيمتومز، سيمتومز اسمها البوزيتيف سيمتومز وسيمتومز اسمها النيجاتيف سيمتومز. مين الاخطر فيهم؟ اكيد النيجاتيف سيمتومز. ليه؟ هنعرف حالا. البوزيتيف سيمتومز هي السيمتومز الواضحه اللي انا شايفها قدامي، ان البيشنت ده بيعاني من ديلوجنز، هالوسينيشنز، ديس اورجانيزد سبيتش، تلاقيه قاعد عنده هلوسه، بيحس ان في حاجات ماشيه، في ناس بتظهر حد شايفهم غيره، مش عارف يتكلم، ديس اورجانيزد بيهيفير، التصرف بتاعه غير منظم بالمره، عنده اجيتيشن، دايما مهزوز، دايما ما تعرفش هو عاوز ايه بالظبط او هو نفسه مش عارف هو عاوز ايه. طيب النيجاتيف سيمتومز بقى هتلاقي الاعراض دي مش ظاهره، عشان كده سموها نيجاتيف. واكتر ما يميز النيجاتيف سيمتومز هي السوشيال ويذدرول، هو بيبدا ينسحب من المجتمع اللي حواليه ويبدا يحصل له ليك اوف انترست، يفقد الانترست، يبقى عنده ديفيكالتيز في اورجنايزنج اي حاجه هو عايز يعملها، كونسنتريشن ديفيكالتيز، مفيش تركيز، سوشيال ايزوليشن زي ما اتفقنا، ليك اوف ايموشنز، حتى لو حصل عنده لا قدر الله عشان بس نكون فاهمين وفاه حد قريب منه جدا هتلاقيه عادي مش فارق معاه الموضوع. طيب لو في حاجه حصلت تفرحه هتلاقيه مش بيفرح، دي اسمها ليك اوف ايموشنز، تقريبا العواطف بتاعته ما بقتش موجوده. واخر حاجه خالص طبعا اكيد بيكون معاه ليك اوف انرجي، الطاقه بتاعته بتبقى مستهلكه. من الاخر التروس اللي بيمشي بيها الفكر في البرين وان الواحد يعرف يتفاعل مع الغير ويبدا يعيش حياه طبيعيه، كل دي بيحصل فيها مشاكل والتروس دي بتبقى فيها لخبطه زي ما احنا شايفين في الصوره. طيب هاو تو تريت سايكوزس، في نظريات كتير ظهرت علشان خاطر تحدد ايه سبب السايكوزس، بس اشهر نظريه كانت دوبامين هايبوثيسيس فور سكيزوفرينيا، ودي كانت البيزز للراشونال بتاع الدراج ثيرابي اللي احنا بدانا نشتغل عليه. طيب النظريه دي قالت ان البيشنتس دول بيبقى عندهم الدوبامين عالي، ونتيجه الدوبامين العالي ده هو اللي بيعمل عندهم الامبالانس اللي احنا بنشوفه. طيب ليه النظريه دي اتقالت؟ علشان اربع اسباب. السبب الاولاني ان الدراجز اللي بتزود الدوبامينرجيك نيورو ترانسميشن زي الليفودوبا مثلا، ده دوبامين بريكيرسر يعني بتحول لدوبامين، او الامفيتامينز دي دوبامين ريليزر يعني بتخرج الدوبامين من الجسم، والابومورفين دي دوبامين اجونست يعني الابومورفين ده بيشتغل على الدوبامين ريسبتور. كل الدراجز دي باختلاف تاثيراتها ان هي بتزود الدوبامين او بتزود الدوبامين اكشن، قال لي انديوس او اكزابيريت السكيزوفرينيا، لقوها ان هي بتزود حاله السكيزوفرينيا. طيب النظريه اعتمدت كمان على حاجه تانية، ان الدوبامين ريسبتور دنسيتي بتزيد في بعض اماكن البرين للانتريتد سكيزوفرينكس، يعني الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا وما تعالجوش بيزيد عندهم الدوبامين ريسبتورز في بعض الاماكن في البرين. جميل. الحاجه الثالثه قال لي ان ميني انتي سايكوتيك دراجز strongly block البوست سينابتيك دي 2 ريسبتور في سي ان اس، ان معظم ادويه اصلا الانتي سايكوزز اللي احنا حتى هنتكلم عنها ان شاء الله كمان شويه بتقفل الدي 2 ريسبتورز اللي موجوده في البرين. واخر حاجه
ان السكسسفول تريتمنت للسكيزوفرينيك بيشنت has been reported to change the amount of homovanillic acid, وده دوبامين ميتابولايت في السيريبروسباينال فلويد يعني, وطبعا بيظهر في البلازما وبيظهر في اليورين, بنقدر نقيسه في هذه الاماكن. فلو انت عالجت مريض سكيزوفرينيك هتلاقي الميتابولايت بتاع الدوبامين اللي هو الهوموفانيليك اسيد هيبدا بالتالي يقل. كل دي كانت ادله على ان السكيزوفرينيا اساسها امبالانس في الدوبامين زايد, واحنا محتاجين نقلل الاكشن بتاع الدوبامين او نقفل الريسبتورز بتاعه الدوبامين. طيب مروفر, في عندي حاجه شهيره جدا اسمها الاكسترا بيراميدال سايد افكتس, او بيقولوا عليها الاكسترا بيراميدال سيمتومز, ودي بتبقى بعض الاعراض الجانبيه المصاحبه للانتي سايكوتيك دراجز. بتحصل ليه هذه الاعراض؟ نتيجه الدي 2 بلوكينج افكت, يعني قفله الدي 2 عشان خاطر الدواء ده يبقى انتي سايكوتيك ويعالج السايكوزز, للاسف بيعمل اعراض جانبيه اسمها الاكسترا بيراميدال سايد افكتس. اهم ما يميزها حاجه اسمها الديسكاينيزيا, يعني بتبقى حركات لا اراديه بتحصل, الانسان مش بيتحكم, فجاه كده تلاقيه, انا طبعا عشان خاطر بتكلم صوت ما فيش صوره, بس تلاقي وهو قاعد جنبك وانت راكب مواصلات او اي حاجه بيشنت ما تعرفوش, تلاقيه فجاه كده بيحرك رقبته يمين ويرجع تاني يعملها قدام يمين او شمال, تمام, حركات بتبقى سريعه لا اراديه غير مبرره, هو للاسف مش بيحرك, ده هي اللي بتتحرك لوحدها. فدي من اكتر الاعراض اللي بتميز الانتي سايكوتيك دراجز. كمان في مشكلة تانية بتحصل اللي هي الهايبر برولاكتينيميا, يعني زيادة البرولاكتين هرمون بعد العلاج بالانتي سايكوتيكس. طب ده قال لي نتيجة قفلة الدوبامين تونيك انهيبيتوري افكت على البرولاكتين ريليز من البيتويتري, يعني البرولاكتين هرمون ده اللي هو ملك هرمون بيخرج من البيتويتري جلاند, واللي بيقدر يعمل له انهيبيشن للريليز بتاعه هو الدوبامين. فبالتالي انت لما بتقفل الدوبامين ريسبتورز هتقلل كميه الدوبامين وهتقلل الاكشن اوف دوبامين في البرين, فبالتالي البرولاكتين مش هيلاقي حد يمنعه وهيخرج وهيزيد التاثير بتاعه. الانتي سايكوتكس اللي احنا هنتكلم عنها بنقسمها الى مجموعتين, تيبيكال اند اتيبيكال كاتيجوريز. مهم جدا التقسيمه دي, عايزين مبدئيا نعرف ان التيبيكال دي هي مجموعات الادويه القديمه, والاتيبيكال دي المجموعات المستحدثه. بوست كاتيجوريز عن ليهم الكومون فيتشر ان هم دوبامين لايك استراكشر, اكيد طالما هم رايحين يشتغلوا على الدوبامين ريسبتور كانتاجونست فمحتاجين يكون ليهم نفس الاستراكشر سيميلاريتي اوف دوبامين. الفاندامنتال ديفرنسز ما بين التيبيكال والاتيبيكال انتي سايكوتكس ان الاتيبيكال ليه ميستين مش موجودين في التيبيكال انتي سايكوتكس. اول حاجه ان هم less extra pyramidal symptoms, ليه؟ عشان هم مش بيشتغلوا على الدي 2 ريسبتورز اللي هي السبب الرئيسي في الاكسترا بيراميدال سيمتومز, لكن هم كمان بيشتغلوا على بعض الريسبتورز الاخرى اللي هي طبعا زي الدي 3 وزي الخمسة هيدروكسي تريبتامين 2 اي, زي ما احنا هنشوف الكلام ده قدام شويه. كمان بيقول لي ان هم مور اكتف اجينست النيجاتيف سيمتومز, ودي برضو ميزه مهمه جدا, لان احنا زي ما اتفقنا في السيمتومز بتاعه السايكوزز ان الاخطر فيهم هي النيجاتيف سيمتومز, لان البيشنت بالنيجاتيف سيمتومز والانسحاب من المجتمع بيبدا ان هو ليك اوف انرجي, الكلام ده كله بيبدا ان هو يفكر في السوسايدال ثينكينج, يبدا يفكر في الانتحار, يبدا يبقى عايز يتخلص من حياته, ودي هي اخطر شيء في السايكوزز. فالادويه الاتيبيكال بتشتغل مور افكتيف في النيجاتيف سيمتومز اللي هي حالات السوشيال ويذدرول والاباثي والانهيدونيا اللي هي الانسحاب من المجتمع. طيب هنبدا نتكلم عن الدراج كلاسز, وقسمناهم الى 4 classes of antipsychotic drugs. رقم واحد الفينوثيازينز, رقم اتنين الثيوكزانثينز, رقم ثلاثة اليوتيروفينونز, ورقم اربعة الرينج انالوجز of فينوثيازين. هنبدأ بالفينوثيازينز وهنبدأ بالصار, هي عبارة عن فينو عشان فيها 2 فينيل رينجز يمين وشمال, ثيازين علشان خاطر الرينج اللي في النص فيها السلفر
والنيتروجين ثايازين زي ما احنا شايفين الترقيم بتاعها 1 2 3 4 سلفر 5 6 7 8 9 والنيتروجين 10. هنلاقي النيتروجين دي مرتبطة كمان بنيتروجين بره الرينج. النيتروجين دي تيرشري، والمسافة ما بين النيتروجين التيرشري الطرفية والنيتروجين اللي موجودة في السايكل في 3 كاربون زي ما احنا شايفين، بنقول عليهم الفا بيتا جاما كاربونز. وبيقول لي ان 3 اتوم تشين ما بين التو نيتروجينز از اوبتيمال فور اكتيفيتي، يعني لما تبقى 3 طبعا ده ليه علاقه بالبوزيشننج وبالديستنس داخل الريسبتور. عندنا هنا عند رقم 2 في سبستيتوينت اللي هي الار 2، وبيقول لي دي بتبقى الكترون ويزدروينج جروب زي طبعا اشهرهم الكلورايد، بتزود جدا الاكتيفيتي، عشان كده هنلاقي معظم الدراجز فيها هنا الكلورايد او بعض الالكترون ويزدروينج جروبس الاخرى. اتفقنا ان الامين اللي هو البريفيرال ده بيبقى اولويز تيرشري، وان الار جروب ممكن تبقى فرينج. الار دي اللي هي تيرشري بريفيرال نيتروجين ممكن تكون مشاركه داخل رينج، مش موجوده كده يعني على شكل اوبن تشين. طيب نبدا بالميمبرز اوف فينوثايازين. اول حاجه اسمه الكلور بروميزين هيدروكلورايد، ولو بصينا على الستراكشر اوف كلوروبروميزين هيدروكلورايد هنلاقيه التيبيكال ستراكشر اللي احنا قلناه في الصار، والكلور اهي في رقم 2 فتسمى كلوروبروميزين هيدروكلورايد طبعا. طيب ده الفيرست فينوثايازين كومباوند انديوست في الثيرابي، وستيل يوسفل لان هو طبعا بيشتغل كانتي سايكوتيك وليه بعض الاستخدامات الاخرى على النوزيا والفوميتنج والهيكف. طبعا الحاجات دي بيكون ليها سنترال اكشن، وبرضو الدراجز بتاعتنا دي بتشتغل سنترالي على الدوبامين ريسبتورز، وقفل الدوبامين ريسبتورز بيقفل سنترالي حالات النوزيا والفوميتنج والهيكف اللي بتكون عاليه او ليها سنترال اوريجين. الاورال باي افيلابيلتي بتاعت الدراج ده للاسف مش كتير، من 25 ل 35% لانه بيحصل له اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم، فاحنا بنستخدمه على شكل انجكشن، وساعه لما بنستخدمه انجكشن بيزيد الاكشن بتاعه اب تو 10 فولد يعني لحد 10 اضعف. بس طبعا في الحاله دي بنضطر ان احنا نقلل الجرعه الى التلت او الربع، لان طبعا اكيد الاكشن زاد جدا في الانجكشن عن الاورال. الدراج ليه سيداتيف اند هايبوتنسيف بروبرتيز، ودي طبعا هنلاقيها السايد افكتس اللي موجوده مع معظم الانتي سايكوتيك دراجز، وده ريفلكت السنترال طبعا هيستامينرجيك اند بريفيرال الفا 1 نور ادرينرجيك بلوكينج اكتيفيتي respectively. كمان بيكون لي peripheral anticholinergic activity. البروميزين هيدروكلورايد شلنا الكلور، فبدل كلوروبروميزين بقى بروميزين هيدروكلورايد. هتلاقوا ان مجموعه الكلور اللي في رقم 2 هنا شلناها، وده introduced into the antipsychotic therapy بعد طبعا ما التو كلورو سبستيتوينت كان نزل، يعني ده نزل بعد الكلوروبروميزين. والتو اتش سبستيتوينت طبعا ايه فرقها عن التو كلورو؟ قال لي خلت لي ملي جرام بوتنسي ديكريز، يعني قلت شويه البوتنسي بتاعتها، لان انتوا لو تفتكروا احنا قلنا وجود الكلورو في التو بوزيشن بتزود الاكتيفيتي، فطبيعي طبعا لما الكلورو اتشالت قلت الاكتيفيتي، بس طبعا ما قللتهاش كتير. الاهم من كده ان لما الاكتيفيتي بتاعت الدراج بتقل معناها ان الاكشن بتاعها على دي 2 ريسبتور قلت، على طول هيقل البوتنسي ويؤدي الى ديكريز السايد افكتس اللي هي الاكسترا بيراميدال سيمتومز. عايزين نركز في الحته دي كويس. الدراج الانتي سايكوتيك ايا كان كل ما كان بيشتغل على دي 2 ريسبتور اكتر وليه ملي جرام بوتنسي عاليه، يعني بالملي جرام كونسنتريشن يدي اكشن عالي، ده معناه ان هو هيبقى ليه سايد افكت عاليه اللي هي الاكسترا بيراميدال سيمتومز، والعكس صحيح. لما البوتنسي تقل شويه مش معنى كده ان دي حاجه وحشه، لا طبعا انا بستفيد منها في ان انا بقلل السايد افكتس. التراي فلور بروميزين هيدروكلورايد احنا عملنا بس مكان الكلورو اللي في التو بوزيشن حطينا تراي فلورو ميثيل جروب، وده طبعا ليه جريتر ملي جرام بوتنسي. طبعا هنا بقى في 3 فلورو مع كاربون كانتي سايكوتيك بقى اقوى، على طول نتوقع طالما البوتنسي عليت لسه قايلها دلوقتي يبقى الاكسترا بيراميدال سيمتومز هتعلى، ولكن
هيبقى ليه lower sedative and hypotensive effects عن الكلوروبروميزين. ده بس اللي بيميزه عن الكلوروبروميزين. طيب الدراج الرابع هو الثيوريدازين هيدروكلورايد، وده ممبر من البيبيريدين سب جروب اوف فينوثيازين. لو بصينا كده هنلاقي ان البريفرنت نيتروجين اللي هي التيرشري امين موجوده في سايكل اللي هي البيبيريدين رينج، عشان كده قال لي ده من البيبيريدين سب جروب. وبيقول لي الدراج ده ليه لو تندنسي تو بروديوس الاكسترا بيراميدال سيمتومز، معنى كده ان الافيكاسي بتاعته على الديتو ريسبتور هتبقى اقل. والدراج ده ليه هاي انتي كولينرجيك اكتيفيتي. ركز دايما الانتي كولينرجيك ايفكت هيبقى عكس الانتي دوبامينرجيك ايفكت، فطالما هو ليه لو تندنسي تو بروديوس اكسترا بيراميدال سيمتومز معناه ان هو ما بيقفلش الدي 2 ريسبتورز قوي، يعني كدوبامين انتاجونست هو ضعيف شويه، على طول يعلي الكولينرجيك انتاجونست اكتيفيتي، لان الدوبامين والاستايلكولين في البرين الاثنين ليهم تاثيرات عكس بعض. والاكتيفيتي دي في الاسترياتم كاونتر بالانسنج الاستريات الدوبامين بلوك، هي دي اللي انا بقولها دلوقتي. يعني هو طالما بيقفل الانتي كولينرجيك اكتيفيتي بطريقه عاليه اكيد مش هيقفل الدوبامينرجيك اكتيفيتي قوي. طيب وده اللي مسؤول طبعا عن ان التأثير بتاعه على الدوبامين ريسبتور انتاجونست كدي 2 قل، وبالتالي قلت معاها الاكسترا بيراميدال سيمتومز. وبيقول لي it may be due to increased dopamine receptor selectivity، احتمال يكون لي selectivity غير الدي 2 بيشتغل على ريسبتور تاني، وعند الهاي دوزز بيعمل سايد افكت اسمه بيجمنتري ريتينوباثي. البيجمنتري ريتينوباثي بيبقى صبغه كده بتظهر في الريتنا بتاعه الاي، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي استخدامه طبعا قليل. فالثايروديدازين بيتحول الى اكتيف ميتابولايت اسمه ميزوريدازين، هتكلم عنه حالا. والميزوريدازين ده هيبقى مستو انه مش بيعمل بيجمنتري ريتينوباثي، وبيقول لي كونتريبيوت للانتي سايكوتيك اكتيفيتي اوف ثايروديدازين. يبقى الثايروديدازين هيتحول الى ميتابولايت اسمه ميزوريدازين اللي هو هيظهر دلوقتي حالا. الفرق بس ان هو السلفر جروب بقت اس اوكسايد كده اصبح ميزوريدازين، وده ليه نفس البروبرتيز بتاعه الثايروديدازين، ولكن بيتميز ان هو ليه نو بيجمنتري ريتينوباثي، عشان كده بيفضل استخدامه عن الثايروديدازين. الدراج السادس هو البروكلوربيرازين ماليت. ده بيبيرازين برضو سب جروب من الفينوثيازين، هناك كانت بيبيريدين هنا بيبيرازين. لو انت بصيت كده على النيتروجين اللي موجودة في السايد تشين هتلاقيها بقت بيبيرازين رينج. بيتميز بهاي ميليجرام انتي سايكوتيك بوتنسي. خلاص يبقى انا طالما قلت الحته دي ليه هاي بوتنسي، اعرف على طول اللي هو ليه هاي اكسترا بيراميدال سيمتومز سايد افكتس، على طول اعكس لو سيداتيف اند اوتونوميك افكتس. ومينلي بيستخدم علشان طبعا الهاي اكسترا بيراميدال سيمتومز مش بيفضل استخدامه خالص كانتي سايكوتيك، فبنستخدمه بقى في اليوزز الثانيه اللي هي كانتي ايماتيك. زي ما اتفقنا اصلا الدراجز دي ليها تاثير كويس جدا سنترالي على النوزيا والفوميتنج انهبيشن، فهو بيشتغل انتي ايميتيك ومش بيستخدم كانتي سايكوتيك دراج. البيرفينازين برضو من نفس جروب البيبرازين اوف فينوثيازين رينج، والبيرفينازين بيقول لي ايفكتيف انتي سايكوتيك وبيستخدموه كمان انتي ايميتيك. الفرق بينهم بس زي ما احنا شايفين هي المجموعة اللي اتحطت اللي هي الالكحوليك سايد تشين اللي اتحطت على البيبرازين رينج. الفلوفينازين هتلاقوه شبه البيرفينازين جدا، بس الفرق اللي احنا حطينا هنا التراي فلوروميثيل جروب في نمبر 2. اكيد طالما حطيناها يبقى انت متوقع ان البوتنسي هتعلى عن الكلورو، يبقى موست بوتنت انتي سايكوتيك فينوثيازين. بيقول لي ده كمان اقوى واحد في الفينوثيازين دراجز كانتي سايكوتيك. بيقول لي افيلابل كتو ليبيد سوليبل ايسترز عشان خاطر ديبوت انتراماسكولار انجكشن، يعني بتدو انجكشن وبتعمل ديبوت اكشن، يعني بتقعد تاثيره مده طويله بيتخزن في الجسم في العضله، وبيستخدم في علاج السايكوتيك بيشنتس. مين بقى اللي مش قادرين ياخدوا الدواء او مش عارفين ياخدوا الدواء او سبجكتد لفريكوينت ريلابس، كل شويه نديهم الدراج ويرجع تاني
يحصل لهم السايكوزيس. فدول بيبقوا محتاجين حاجه قويه وحاجه تفضل في جسمهم تاثيرها لمده طويله زي الفلوفينازين هيدروكلورايد ديبوت انتراماسكولر انجكشن. كده احنا خلصنا المجموعه الاولى بتاعه الفينوثيازين. نسترجع مع بعض الممبرز بتاعتهم ان شاء الله، هنكمل باقي المحاضره في الجزء القادم. شكرا جزيلا لحضراتكم.